أنا المسعودي محمد، في العام 95 جيت من ضيق ناس، بنيت القانون، طبقت القانون اللي كاين في هنا في المغرب، وبنيت بصورة بالبلان، واللي سلطوا عليه عملته بالجازة، والحمد لله طبعت القانون اللي تبع هنا في المغرب. ودابا 2016 هاد السيد جابنا هنا واحد الارض عنده تما لاصقنا عندي، غطى لي السراجم، خالق القانون، ما عملش الجرد اللي تطبق القانون عندنا انا في المغرب في الجهه اللي عندنا، وغطى لي السراجم. والسيد حيا لنا واحد الطريقه، عملنا السكايات البلديه، عملنا سكايه الباشا والعماله الوكاله الحضاريه، وهاديك السي كامل بقى من تحت من تحت، ما جرف هادشي، ما حلنا المشكل هذا. شنو وقع بالضبط هاد المقاوي؟ شنو عمل؟ شنو عمل داك الاضرار اللي تسبب لك فيها؟ اجا بعد هاد الاضرار تاع بنا بزاف. دابا السيد هذا المقاوي تيبني باش تيبيع، ماشي باش يسكن فيها. هو عنده مثلا 150 متر وصو يعمل 200، باش تيبيع على الاراضي تماك. وعندنا اكبر مساكن، ومن فوق تيجبروا من ديال الطبقه الفوقيه تيسيبوا عليها باللاجر من الباتيو. وعندي انا واحد نسيب تساكن معايا المره كبيره تخرج مره، والناس ما واحد السيد اللي ما يقدرش بنادم يهضر معاه وتنفق علينا هنايا. بالنسبه لي واش احترم تصميم تهيئه الحي؟ لا، السيد ما وقرش يعمل، عمل فرصه، هو حاكم، هو عمل اللي بغى. كيفاش مثلا؟ جا عنده على القيد واحد الخطره، وقف له، هو القيد مشى وعاود رجع تيخدم، تيعمل كشي صحه. هو اللي حاكم هنا في المغرب دابا، تيعمل هو. وانتم راسلتوا القيد؟ عملتوا شي شكايه في الموضوع؟ عملنا الشكايه، جميع موطع عملنا الشكايه، وتا شو ما حلنا المشكله. وبالنسبه لهذا السيد هذايا، هذاك التصميم التهيئه اللي هو المعمول به في المنطقه، ما طبقوش يعني، خرج ما خلاش المساحه كما قلتي للدريات يعني. لا، ما خارج القانون، ماشي الحاجه اللي البنيان يعمل، ماشي حاجه قانونيه. الثاني عنده، شرحنا هذه النقطه بالضبط. هو في البلان ديالي عندي انا السيس يعمل الجردان، وعنده الحد، فانا الحد ديالو البني، السيس خارج الحد هذاك، ما زاد خرج على اللي عنده هو. وما وقرش القانون اللي عندنا حنايا، اللي عندنا عمل هو اللي بغى. هو السو مثلا 150 متر الاراضي عنده، خصو يكون عنده 200. دابا هو في البني خصو يبني 105، 150 متر عنده مربع، 10 فلوسه و15 الطاوله. وفي الواقع ملي مشى يبني بنى 200، ديك خار ما بناش، جاي راه خرج على فوق الصيره. والثاني شو يعمل الجرده، كان واحد جهه فيه متر، جوج المتر، وحده فيه واحد جهه ثلاثه، وواحد جهه اربعه، بحال اللي عندنا حنا السكان كاملين هنايا. ما خلق، ما عملش الجرده. يعني هو الجرده، هو المقطع ديال الجرده ابناه وغلق لك الشراجم. غلق لي الشراجم، غلق لي من الصيف من فوقي، من الطبقه الاولانيه ثلاثه طبقات، والقرى اللي عندنا هنايا ما كاينش اربعه، كاين ثلاثه طبقات، هو عمل اربعه. يعني وهذا السيد عنده الرخصه ديال البني؟ يكون عنده الرخصه البني بحق، ماشي بالطريقه اللي خلق فيها القانون. هو عنده مثلا البني عنده بحق، ماشي باش يعمل هو اللي بغى يعمل هو. يعني في القانون عندنا حنايا ثلاثه طبقات، هو عنده اربع طبقات عنده هو. بالنسبه للبلديه، راسلتوا رئيس البلديه؟ الرئيس البلديه هضرت واحد الخطره معاه، مشيت عنده تما، تصاقب لي، قال لي السيد اللي خارج القانون، السي ماشي معقول اللي يعمل، غادي نقوم به. ايوا، واش تبقى هادشي؟ ما كاين والو، ما تبقى، ما وقفوا، ما عيط له واحد الرئيس الجمعيه، مشى عنده الرئيس الجمعيه، عيط له بالتليفون، جمعيه الحي، السكان، هضر، قال له السيد غادي نصب له، نوقف له، نحيد له الرخصه ديال البني، غنوقف له بهذا القانون الخدمه اللي عاملنا هنايا، ما كاين والو، ساكتين. وبالنسبه للباشا؟ الباشا عمري ما صردنا له السكايه، ما هضر معنا، ما هضرنا معاه. ما جا، ما شافنا. تمشي تيقول لي مشغول الباشا، مشغول تمشي الباشاوية، تمشي سي مواس هنايا، سي مشغول، ما هضرت مع صبر معاه، ما نهضرو. دابا شنو المطلب ديالك؟ المطلب ديالي السيد شو يدخل داخل. يعني يتيح البركونيس اللي خلق القانون، ويعمل الجرد بحال اللي عملنا حنا القانونيين. يعني يحترم تصميم التهيئه. ايوا. باش يرفع الضرر عليه.
هذيك اللي كاين. وحنا تنسدو ان شاء الله صافي جلالة الملك ديالنا يقوم بالطريقه هذه فكنا هاد المشاكل اللي عايشين في البلاد في المضيق. لان كاين مشاكل بزاف. كاين مشاكل كبيره بزاف وما كاينش واحد يقوم به. حنا نطلبوا ان شاء الله الملك ديالنا يقوم بهذه الطريقه هذه حل هذا المشكل اللي عندنا احنا في المنطقه هذه خاصه المسجد الحقاق.